أهلا بحضراتكم. وشيخ حافظ قد إيه كل المشارك في هذه العملية في التعاون، التعاون على الخير وتعاون على البر والتقوى، هذه المجهودات الطيبة من كل الأطراف دي بتساعد على حالة الرضا، صحيح، حالة السلام النفسي. أيوة. ليه السلام النفسي على وجه الخصوص؟ السلام النفسي على وجه الخصوص من الصدقة، لأن الصدقة محتاجة جهاد، أنت بتجاهد بنفسك وبمالك. ليه بتجاهد بنفسك؟ بتجاهد نفسك نفسها. أيوة بتجاهد نفسك. بتجاهد نفسك لأنك أنت النفس فيها حب للمال، ومفطور على حب المال وعلى جمع المال وعلى كنز المال وعلى التمسك به، ولذلك تلاقي ناس بتنصب وبتسرق وبتضل وبترتشي من أجل الحصول على المال. فلما يكون الإنسان بيحارب من أجل الحصول على المال، وانت تيجي تقول له في ناس محتاجة كوباية مية فإحنا محتاجينك تطلع، فده بيجاهد نفسه على أنه يطلع ده. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال إيه؟ قال ومن يوق شح نفسه. كيف يوق الإنسان شح نفسه؟ ببذل المال، ببذل الصدقات، بمساعدة المحتاج، وهو متمثل في ماذا؟ في الصدقة. بعض العارفين ذكر أن الله سبحانه وتعالى كلم عبدا من عباده، وهذا العبد يعني كان عنده حسن ظن في رحمة الله سبحانه وتعالى. الله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. فقال الله عز وجل لهذا العبد: لو رفعت عنك بعض ستري لرجمك الناس، لو رفعت عنك بعض ستري لرجمك الناس. اللهم لا ترفع عنا سترك أبدا يا رب العالمين. وكلنا يقع في الذنوب والمعاصي، حسن ما فيش حد يعني معصوم، كلنا مقصر. فقال العبد المحسن الظن في الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال ولو حدثت الناس عن رحمتك ما عبدوك، ولو حدثت الناس عن رحمتك ما عبدوك. انت متخيل هو يرى وحسن ظنه في رحمه ربنا قد ايه؟ هيغفر له. ايوه هيغفر له عشان المعنى يوصل بشكل مباشر. ايوه هيغفر. فلو احنا لو عرفنا رحمه الله سبحانه وتعالى ان احنا بنبذل من اجل الحصول على هذه الرحمه، من اجل ان تصيبنا هذه الرحمه. واكثر الناس عرضه لرحمات الله سبحانه وتعالى هم من يبذلون، اللي بيعطي. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. انت ترحم من؟ ترحم اللي بيقول لك، اللي بيتصل ويقف قدام الشاشه ويقول لك احنا محتاجين ميه، محتاجين مساعدات عشان نشرب كوبايه ميه نظيفه. هذه رحمه منك، اذا القلب تحرك وجدت فيه الرحمه وحصل منك المساعده والبذل، فانت اصبت الرحمه. الراحمون يرحمهم الرحمن. بتبقى في رسائل جايه من الطرف بستقبلها انا وبيستقبلها حضرتك وبيستقبلها الساده المشاهدين، وبتبقى لازم في رساله بترد عليها. فدايما ما هي دي علاقتنا في الحياه كده. رسائل متبادله، وده الرضا اللي حضرتك كنت بتسال عنه، ان ازاي الصدقه بتصيب الانسان بالرضا. لان هو زي ما قلت لحضرتك بيتخلص من شح نفسه، خلص من الغل ومن الحقد والحسد كل ده، ومن البخل ومن الشح الموجود في النفس. فلما بيتخلص من ده ايه اللي بيحل؟ ما خلاص النفس انا حابه المال وحابه البخل وحابه انها تمسك في اللي بايديها. لما انت طلعت كل الحاجات دي بيحل محلها في النفس الايه؟ الرضا. علشان كده دايما تلاقي ان كل واحد بيتصدق بصدقه او بيبذل معروف للناس بيكون محتاج من وراه شيء اخر. فتلاقي واحد عنده مريض فيحاول ان هو يداوي مرضاته بماذا؟ بالصدقه. انسان عنده له من الله سبحانه وتعالى طلب ان ربنا يوسع عليه في رزقه، فينفق رجاء ان ينفق الله عز وجل عليه. عشان كده ربنا في القران الكريم يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فهذه رساله الله اليك، وأنت ما رسالتك إلى الناس؟ هذه كانت رسالة لحضراتكم ورسائل من خلال حلقة من حلقات رسائل، وسعت فيها بشيخ حافظ عبد الرحيم حافظ الداعي الإسلامي. بشكرك شكرا جزيلا، ودايما رسائلنا متواصلة مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.